السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ النهاردة عاملين ايه؟ هنكتب، طلع الكراسة الصفراء اول ونكتب تاريخ النهاردة 17/3/2020. نبدأ نكتب مع بعض من اول الصف. يركب 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 الولد، يركب الولد السيارة. شمسية، فيها لام شمسية. أحسنت، خدنا القصة اللي فاتت قلنا لام الشمسية لام تكتب ولا تنطق. من أول السطر تاني. تشرق تشرق الشمس الشمس في في دي كان عم بيقول عليها إيه يا سلمولة؟ حرف جر، حرف في جر. في يركب الولد السيارة. تاني جملة، تشرق الشمس في الصباح. نقفل كراستنا يا حبايبي، ننتبه معايا على السبورة. خدنا المرة اللي فاتت اللي فيه اتنين اخوات توأم، اللام الشمسية واللام القمرية، وعرفنا ان اللام الشمسية كانت لام خجولة بتتكسف، عشان كده باباها اداها شدة، صح؟ وقلت لكم المرة الجاية هنعرف ان اللام القمرية هتاخد ايه، بابا هيديها ايه، ده اللي هنعرفه معايا النهاردة. اما اللام القمرية فكانت متحمسة جدا للمدرسة وتريد ان تكون كلمات مع كل الحروف، ففكر الاب ان يعطيها شيئا ما يهدئها قليلا، فاعطاها السكون لكي تهدأ، فاقتنعت اللام القمرية وقالت حسنا سيكون على رأسي سكون، ولكن صوتي سيكون واضحا جدا في أي كلمة أشارك فيها، فأنا سأكتب وأنطق. وافق الأب وانطلقت البنتان إلى المدرسة لتكونا كلمات كثيرة مع أصدقائهما الحروف. تعالوا يا أولاد نبص على السبورة كده ونشوف الصورة ده ايه؟ صورة ايه؟ صورة غزالة، صورة غزالة، غزالة. طب تعالى نضيف لها الألف واللام هنطقها، مين ينطقها لي هنا؟ الغزالة، الغزالة. اوعك تنسى هدية الأب للام القمرية، هو ادالها ايه؟ ادالها سكون، ادالها سكون. أما بعدها على طول، خلاص؟ مين يقرأ معايا الصورة الثانية؟ شايفين في الصورة دي يا ولاد صورة جمل، صورة جمل، اقرأ كده، حط لها الألف واللام واقرأ. ألا جمل، ألا جمل. أنت شايف إيه؟ شايف إن أنا نطقت الألف واللام، نطقت الألف واللام، قلت ألا غزالة، ألا جمل، ألا اللام القمرية بنطقها وبكتبها، اللام القمرية بنطقها وبكتبها. أما اللام الشمسية كانت خجولة، كانت بتعمل إيه؟ كانت ما بتحبش حد ينطقها، كان نكتبها وما ننطقهاش، نكتبها وما ننطقهاش. طب تعالوا نبص على الحروف كده بتاع اللام القمرية، هم 14 حرف، الأب إدال دي 14 وإدال دول 14 حرف. والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. نقولهم تاني، الالف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والهاء والواو والياء. يبقى اللام القمرية بتاعتي يبقى ايه؟ اللام القمرية تكتب ولا تكتب وتنطق، تكتب وينطق، يبقى اللام القمرية تكتب وينطق. اما اللام الشمسية تكتب
كمان مقطع والقاف مقطع واللام مقطع والميم مقطع لوحدها. مين يقرأ الكلمة اللي بعد كده؟ الكلمة اللي بعد كده البرجو البرجو. الألف واللام مربع، أحسنت، مع بعض مقطع البو. يبقى اللام القمرية لام بكتبها وبنطقها لام قوية وجريئة، أما اللام الشمسية بتتكسف، اللام الشمسية بتتكسف بنكتبها بس ما بننطقهاش، بكتبها وما بنطقهاش. طب بيقول لي إيه؟ ضع دائرة حول الكلمة التي بها لام قمرية، ضع دائرة حول اللام الكلمة التي بها لام قمرية. اقرأ معايا كلمة الفانوس. اللي بعدها شد، حط بعدها شد. كلمة ايه دي؟